بتنظيم من المجمع الكنسي للكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية، افتتح في قاعة المدرسة الأهلية للبنات في جبل عمان معرض فني قدم لوحاته السيدات المقيمات في منزل الشيوخ للعناية بالسيدات المسنات في الأشرفية والتابع لمطرانية القدس الأسقفية العربية، حيث يأتي هذا المعرض ضمن مبادرة بعنوان لونها بالأمل بإشراف الفنان التشكيلي وليد التميمي والفنانة التشكيلية غدير حدادين. وتهتم هذه المبادرة بالأشخاص المسنين والأطفال المصابين بالسرطان وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الرسم بالألوان وتنمية الإدراك الحسي لإدخال الفرح والبهجة على قلوب الفئة المستهدفة. وفي سياق آخر، رعى الوزير الفلسطيني وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان افتتاح معرض رسوم لوحات الصحفي جعفر شتية، والذي أقيم في كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك مرج الحمام بحضور كاهن الرعية الأب خالد شعبان وعدد من المدعوين، حيث تجسد هذه اللوحات معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي. هذا المعرض هو أحد الرسائل الهامة جداً لنقل الرواية الفلسطينية إلى العالم، إلى الأردن، إلى شعبنا في الأردن الشقيق. ونحن نحيي هنا الكنيسة الروم الذين استقبلوا هذا المعرض في نقل رسالتنا إلى العالم، يعني من أجل تحقيق التضامن العربي والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. هذه الصور تلخص رسالتين أساسيات: رسالة العدوان والإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف ضد شعبنا، ورسالة الصمود والبطولة الفلسطينية في التصدي للاحتلال التي ستنجح إن شاء الله وستنتصر على بندقية الاحتلال وعلى همجية الاحتلال حتى ينتهي ويتحقق النصر إن شاء الله. هذا المعرض الذي يقام الآن في الأردن، يعني بلا شك أنه الأخ جعفر إحنا كرمناه قبل يومين في أثناء تكريم الصحفيين، وهو يستحق لأنه هو له في كل جولة له صولة وله إنجاز هام جدا. صوره ذات معنى وذات بعد وذات رسالة، كل لوحة هي قصة وكل لوحة هي رواية تنقل قصة فلسطينية، إما تنقل قصة صمود وإما قصة اعتداء إسرائيلي وقصة معاناة فلسطينية. شرف عظيم لنا في هذه المنطقة، في هذه المنطقة نستضيف المصور الكبير الصحفي الكبير السيد جعفر شتيتي، وكذلك يسرنا أكثر أن معالي الوزير السيد وليد عساف أن يكون بيننا، خاصة افتتاح هذا المعرض العظيم، لأنه يعطي صورة لألم الشعب الفلسطيني ويعطي صورة للاحتلال الغاشم لهذا البلد فلسطين. وإحنا الأردن هنا نقدر لهذا المجيء، ونقدر للأخ جعفر هذا التسجيل العظيم، لأنه مجرد نظر إلى هذه المناظر تقشعر الأبدان، وحقيقة نشعر بمعنى الألم الفلسطيني والوجع الفلسطيني.